جميع ما تقوله الأمة، أي جميع العلوم التي تدرسها الأمة وتؤلفها وتقولها في خطبها ودروسها، كل ما تقوله الأمة من العلم هو شرح للسنة، فأصله السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع السنة لها أصل في القرآن. والمقصود بالشرح البيان، لأن الله قال له لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال بعض السلف ولم يسمه: ما سمعت حديثا إلا التمست له آية في كتاب الله، أي إن السنة أصلها في القرآن، فإذا وجدت أي حديث صحيح فاعلم أنه تدل عليه آية أو تشير إليه أو ترشد إليه، سواء كانت الإشارة قريبة أو بعيدة، أو كان يدخل في عموم آية من كتاب الله ونحو ذلك.